سنة 2020 ولا يوم فيها فرحت. سنة 2020 غريبة ملهاش أمان. هذا هو شعور وتعليقات معظم الناس بعد 15 يوم من بداية شهر مارس. فبعد المصايب اللي صدمت العالم بشهر يناير وبداية السنة السيئة ما بين الكوارث الطبيعية والوفيات والأحداث وبداية ظهور الملامح الأولى لفيروس كورونا في الصين، شهر ثلاثة فاق التوقعات بالكوارث اللي صارت فيه خلال أسبوعين بس. وأكبر موضوع شاغل وموقف العالم عن الحركة فهو كوفيد-19 المعروف بفيروس كورونا المستجد واللي مبلش من الصين وعم بينتشر بالعالم بسرعة مخيفة. وإحصائيات المصابين والوفيات عم بتزيد كل دقيقة، فوصلت لحوالي 156 ألف إصابة وتقريباً 5540 حالة وفاة. وما بين حوالي 80 ألف إصابة بالصين، 21 ألف في إيطاليا، 13 ألف بإيران و 8000 بكوريا الجنوبية. منظمة الصحة العالمية وصفت كورونا بالجائحة العالمية. COVID-19 can be characterized as a pandemic. ومين كان يصدق إنه بيوم من الأيام رح نشوف أشهر الشوارع بالعالم فاضية وأكبر الأماكن السياحية بالعالم أغلقت أبوابها مثل متحف اللوفر وبرج إيفل في باريس وديزني لاند بأمريكا اللي أعلنت حالة الطوارئ بعد ما وصل عدد الإصابات فيها ل 3000 إصابة وأكثر من 60 حالة وفاة. I am officially declaring a national emergency. أما أشهر لاعبي الفوتبول بالعالم فلعبوا بدون جمهور وتفاعلوا النجوم مع الموضوع بطريقة عفوية، فشفنا كريستيانو رونالدو بفيديو مادد إيده للمكان اللي تعود يسلم فيه على الجمهور، ونيمار اللي كان عم بيحيي جماهير مش موجودة. شاهدوا التقرير كاملاً على ETV بالعربي أونلاين.